السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديال 3 شهر 11 إخوان اليوم غنطرقوا لعدة أخبار وهاد الفقرات اللي غتفرجوا فيهم اليوم كلهم ديال يا اخوان لذلك ما غيكونش اعاده النشر كيف ما كانت في الايام السابقه وشكرا لانكم صبرتم معايا اخوان وكنشكر بزاف الناس اللي تفرجت في الحلقات الماضيه هذا راه دعم مهم للقناه بطبيعه الحال اخوان في هاد الفقره غنطرقوا لعده مواضيع ومازال مواضيع اخرى مهمه اللي مسجلها ومازال غادي نتكلم عليها واللي وقعت في هاد الثلاث ايام اللي دازت المهم اليوم غنمشيو نشوفوا اخوان الخبر ديال اليوم هذايا شرح البونص ديال رخصه السياقه اللي فيه 1000 اورو واللي غيتعطى الناس اللي غيدوز البيرمي ديال الشاحنات موضوع يا اخوان لي كثر التداول ديالو اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن غنشرحو لكم لانه غنزيدو على البونصات اللي القليل ديال الناس لي غتستافد منهم غنمشوا اخوان وهذا الموضوع نتمنى انكم تاخدوه بجديه خصوصا الوالدين اللي عندهم ابناء عندهم الدبلوما ديال كوينتا سوبيريوري راه كاين فرص عمل واقعيه وهذا الشيء يا اخوان راه بالتجارب ديال الناس كنعرفهم اللي خدموا يا اخوان في السكك الحديديه الايطاليه ترين ايطاليا بهادشي الشيء اللي غنوريكم وغنوريكم فين تدخلوا وفين تمشيو وناهيك على هذا يا اخوان راه الصحف الايطاليه كتكلم على كاين اوفيرطات ديال العمل لذلك يا اخوان شوفوا هاد الفرص وقولوها لأولادكم بطبيعه الحال غادي نمشيو نشوفوا كذلك الارتفاع اللي غيكون يا اخوان في الفحص التقني ديال السيارات ريفيزيوني اللي عنده موتور ولا اللي عنده سياره مني غيمشي يدير الفحص التقني المره الجايه ولو غدا غادي يلقى الارتفاع يعني هذاك الثمن اللي كنتو كتشوفوه سابقا غيتزاد ولكن حيت كل شيء تزاد مؤخرا باش يقلو يا اخوان من الضرر دار واحد البونص بونص ما فيه حتى شي منفعه يعني اخوان ايطاليا ولات عير ديال البونصات وبونصات فارغه غنمشيو نتكلموا كذلك اخوان على كازيرتا وفاه مواطن مغربي هذه ثلاث ايام اخوان اثناء المزاوله ديالو للعمل في واحد الحديقه مشهوره في ايطاليا واللي كيمشيو لها بزاف ديال السياح واللي كان خدام فيها يا اخوان الله يرحمه وتعازينا الحاره للعائله ديالو فهاد الفقره دائما يا اخوان غنشوفوا عده اخبار اخرى تتعلق بالجاليه المغربيه واللي كانت وقعت في هذه الايام السابقه غنمشيو بعد مده طويله اخوان تقريبا شي سيمانه هذه غنمشيو اشنو واقع في الحاله الوبائيه في ايطاليا وفي المغرب وكذلك الجلبه في ايطاليا وفي المغرب وكيف العاده كنشكركم جزيل الشكر على الدعم شكرا بزاف الناس كتخلي لايك والناس اللي مشاركاش مش باش الله في هذه الفقرة يا إخوان غنتكلموا على بونص جديد ديال 1000 أورو فيما يخص السياقة ورخصة السياقة وبطبيعة الحال يا إخوان البونصات في إيطاليا كثروا بزاف واللي كيستافد منهم قليل وقليل بزاف بطبيعة الحال كنتكلموا على بزاف ديال البونصات وأنا شخصيا إخوان كنقرا التعليق يقول أنا ما من حتى شي بونص الحمد لله الواحد إلا إيه ما من حتى شي بونص كيعني أنه راه الحالة الاقتصادية ديالو ممتازة ما عندوش واحد الشروط اللي كتكون عند الناس اللي هي في حالة معوزة بطبيعة الحال بونصات راهم كثار ولكن هذا ديال 1000 اورو فيما يخص رخصه السياقه رابطه بيت الحال اخوان من دابا غادي نقول لكم الناس اللي غتستافد منه قليله وقليله بزاف لانه بقاو كيكثروا في الشروط 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 حتى انا كنت سائل واش داروها بالعاني ولا غير داروا باش يقولوا راه درنا واحد البونص باش نعاونوا الناس تاخذ البيرمي بطبيعه الحال كنتكلموا على البيرمي يا اخوان ديال سائقي الشاحنات وحيت اوروبا كامل عندها مشكل يا اخوان في سائقي الشاحنات وحتى الكونفدراليات ديال هذا القطاع راه ديما كيقولوا خاصهم يديروا الديكريتو فلوسي لذلك راكم شفتوا شنو وقع يا اخوان في بريطانيا ما عندهاش الشيفورات وما عندهاش الكاميونيستي ليصانص ما بقاش كيوصل كي ما بقاش كتوصل حتى تدخل العسكر ولكن يا اخوان في ايطاليا باش يديروا حاجه داروا هذا البونص تعطى اولا هو أو اول شرط خاصة تكون عندك قل من 35 سنه اللي عنده 35 وما فوق ما عندوش فيه الحق بطبيعه الحال كاينه شروط اخرى غنمشيو نشوفوها والشرط المهم هو انه خاصك تاخذ البيرمي ديال تشيكو تشي يعني انت اللي باغي تدوز البيرمي ديال السياره ما عندكش الحق في هذا البونص خاص يكون البيرمي ديال سائقي الشاحنات زياده على هذا هذا البونص الشروط الاخرى اللي كيطلبوا منك هو انه خاص تكون كتستافد من الراديتو ديال تشيطا دينانس يعني احنا بدينا بزاف الناس يعني كاين اللي كياخذ كي الراديس ديال الشاطئ ديال هو اللي عنده الحق كذلك الناس اللي كتستافد من مورتيزاتوري سوشالي الكوريد لا سيرا ما حددهمش ولكن اجتهاد مني يا اخوان نقدر نقول لكم بالله انه مورتيزاتوري سوشالي هما يا الكاس وكذلك لا ناسبي الناس اللي كياخذوا كي الديزوكوباسيوني لذلك هاد الناس يقدروا يستافدوا من هاد البونص مزيان شنو هما الشروط الاخرى حيت ما سالتش هنا يا اخوان الشروط الاخرى هو انه هاد البونص ما غاديش يعطيوه لك ك 1000 اورو وكيقول لك سير دوز البيرمي لا غيكون ريمبورص وكتعويض وتعويض اللي ما خصوش يفوت 50% لحد اقصى ديال 1000 اورو نشرحوها التشيكوتش يا اخوان البيرمي ديال سائقي الشاحنات كيكلف بزاف 3 مليون وما اكثر الا بغيتي دوزو وعندك الفاكتورات وكلشي هذوك النفقات اللي خسرتي كلشي مفاكتوري غتدي هذيك 3500 مثلا باش دوزت البيرمي غيرجعوا لك 1000 يعني الحد الاقصى هو 1000 ما غيرجعوش لك 50% حيت 50% جابت اكثر من 1000 ولكن اذا إن انت فاكسوريتي مثلا غير 1500 اورو غتدي هذيك 1500 اورو ما غيرجعوش لك 1000 وانت غادي تكلف ب 500 بل غيرجعوا لك غير 50% اللي هي 750 اورو بطبيعه الحال نقولوا ماشي مشكل حنا هاد الشروط نقولوا واحد السيد راه كياخذ الراديو ديال تشيطا دينانسا ولا عنده ديزكوباسيوني ولا عنده كاس انتيغراسيوني شنو هو الشرط اللي غادي يقسي بزاف ديال الناس هو انه باش تستافد من هذا البونوس خاصك في 3 شهور اللي من بعد ما خديتي البيرمي خاصك في هذيك 3 شهور تلقى شركه اللي لك كونترا لك كونطرا كونطرا اللي تكون على الاقل ديال 6 شهور لذلك كيبقاو يغربلو يغربلو ويغربلو يا اخوان حتى ذاك الغربال ما كتبقاش تطيح منه النقطة ديال الدقيق ما كتشوفهاش علاش حيت بزاف الاخوة راه لا يعقل لذلك كيف ما شفتوا معايا البونص راه ما غيستافدوش منه الناس كثيرة بزاف ولكن كيف ما قلت لكم كن في الاول ايطاليا راه ولات عاطيها البونصات يا اخوان وبونصات اللي ما فيهم حتى شي فائدة بطبيعة الحال كاينين بونصات اللي كيتعطى ولكن ما كتعطاش الناس اللي هي صحيحة هاد البونص غتعطي الواحد اللي كياخذ كي كاس انتغراسيون ولا ولا كياخذ كي مثلا حنا نقولوا اه الراديج ديال راه عنده واحد المدخول اش نقولوا لهذوك الناس اللي ما عندهم والو وهذا البونص يقدر يزعمهم ان انهم يحطوا واحد 2500 اورو ويمشيو يزعموا يديروا البيرمي باش يلقاو خدمه يعني بحال واحد ليفستيمنت بحال واحد الاستثمار يعني كتعاون انت ديجا اللي عندهم شويه الدخل ناهيك على ذوك البونصات ديال البنين اللي, اللي فيهم الملايير والملايير وكيتعطاو الناس باش يصلحوا الفيلات ديالهم وباش يصلحوا الديور ديالهم وعندهم الفلوس في حين انه الناس اللي محتاجه فعليا راه بونصات غريبه شويه اخوان هذه وسمحوا لي انا فعلت شويه ولكن هذا الشيء بحال كيضحكوا على الناس بطبيعة الحال اخوان الناس اللي غادي تسول على كيفاش تدفع الطلب وكيفاش تستافد الحدود الساعه باقا ما كاين حتى شي حاجه لانه الديكريتو اخوان ديال مرسوم البنيه التحتيه اللي الله داروه اليوم يا اخوان والكوريا يصير غير ساعات قليله باش كتب هذا المقال لذلك راه باقا حتى شي حاجه ما هي محدده ولكن راه بونص اللي صعيب الاستفاده منه هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم وعير تعويض ماشي حتى بونص فهاد الفقره يا اخوان غادي نشوفوا كاع داك الشيء اللي فات الاسابيع فهاد الفقرة يا اخوان غنمشيو نشوفوا الاخبار ديال الجالية المغربية وداكشي اللي فاتنا في هذه الايام اللي ما فيها، لذلك غنمشيو نطرقوا لعدة اخبار من بينها خبر اللي هو محزن، اخبار اللي هي ممتازة واخبار اللي هي مضحكة في بعض المرات، ولكن يا اخوان غنبداو بهذا الخبر اللي هو يا حزين وبطبيعة الحال الهدف من هذه الاخبار دائما هو انه الناس كاملة اللي كتفرج انها ترحم على هاد السيد اللي توفى اخوان، توفى في العمل، سميتو محمد حفظي واللي عنده 49 سنة يا اخوان، توفى نهار 30 في شهر عشره وهما يا اخوان في واحد الجاردينو واحد الحديقه اللي كتعتبر حديقه ملكيه واللي هي يا اخوان موقع ديال اليونسكو لذلك يا اخوان كنتكلموا على واحد الحديقه اللي هي معروفه واللي هي وجهه ديال السياح بطبيعه الحال يا اخوان كانوا كيقطعوا في الاشجار تمايا وكيقصوا فيهم واللي وقع هو انه واحد الرامو يا اخوان واحد جدع شجره كبير بزاف كانوا كيقطعوا في واحد الشجره واللي الوقيته اللي قطعوا يا اخوان طاع على الاخ محمد اللي واخا كان داير الكاسك يا اخوان باش يحمي راسه ولكن ذاك الكاسك يا اخوان ما كانش كافي لانه الجدع اللي طاح عليه اخوان كان كبير بزاف بطبيعه الحال كنترحموا على السيد محمد الله يرحمه وان شاء الله من اهل الجنه وكنقدموا احر التعازي للعائله ديالو الصغيره والكبيره واللي بطبيعه الحال اخوان كيف ما كنعاود نقول لكم ترحموا عليه الله يرحم بها الوالدين بطبيعه الحال اخوان الحوادث ديال العمل في ايطاليا راه كثرت واخر الارقام راه كتكلم على انه لين فورتوني يعني الحوادث في العمل في سنه 2021 كانت 396000 يعني حوالي 400000 اي بزياده ديال 8.1% 100 مقارنه بالسنه الماضيه في حين انه الوفيات اخوان بدون احتساب شهر 11 وشهر 12 راهم 910 هذا الشيء اللي كيعني تقريبا ثلاثه الوفيات في كل يوم لذلك كاين واحد الانخفاض ديال ناقص 1.8% مقارنه بالسنه الماضيه ولكن يا اخوان راه مازال الناس كتموت بزاف كنا تكلمنا سابقا على انه الدوله باغا دير شي قوانين داروا القانون يا اخوان من بعد ما انه تلاقاو مع القطاعات ومع النقابات وكل شيء وعرفتوا القانون اللي دار دراكي هو يا اخوان هو انه زاد الغرامات بنسبه 10% على الشركات اللي هي كتكون مسؤوله على الحوادث في العمل بطبيعه الحال اخوان الغرامات راه ديجا طالعه بزاف وغتزيدها بواحد 10% ماشي هذا هو الحل حنا واخا يضوبلها راه ماشي هذا هو الحل لانه الناس كتبقى تموت في العمل بسبب أنهم ما جميع التدابير الاحترازيه ديال السلامه ديال العمال نمشيو نشوفوا خبر اخر يا اخوان وهنايا كنقول لكم دائما حضروا ريوسكم من لاسيغوراسيوني مواطن مغربي يا اخوان في بوريتا تايرمين اللي كاينه في البروفينش ديال بولونيا وقفوا البوليس يا اخوان باش يديروا ليه الكونترول لقاو عنده السياره ديالو ما عندهاش اللي هي يا اخوان راه مشكل كبير يقدروا يحيدوا لك السياره وكذلك غرامه ماليه لكن يا اخوان اكتشفوا انه السيد المغربي جبد ليهم لاسورونس الوراق ديالها والبونيفيكو ديال البنكا ولكن يا اخوان عير تنصب عليه بطبيعه الحال البوليس قدروا يتعرفوا اخوان على الناس اللي نصبوا عليه اللي هما يا رجل ومراه اللي هما يا نابوليتان من نابولي عندهم 50 سنه واللي بطبيعه الحال اخوان غير نصبوا عليه دائما الواحد لا بغى يدير لا سوراناس يمشي للمكاتب او انه يمشي للمواقع الرسميه ديال لا وهذا الموضوع راه كنا تطرقنا ليه سابقا يا لي اخوان واللي ما عندوش مع الانترنت حسن ما يدخلش ليهم يا اخوان لانه فيهم تا هما ينصب بزاف غنمشيو نشوفوا خبر اخر يا اخوان اللي هو ممتاز هو انه القنصليه ديال مدينه روما ديال دارت واحد الايام يا اخوان ديال قنصلية متنقله دارتها في كالياري وكذلك اخوان في ساساري في جوج مدن ديال سردينيا اللي هي كتبقى واحد الحاجه جد 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 ممتازه لانه هاد الناس يا اخوان باش يمشيو للقنصليه ديال روما راه خاصهم يا الطياره يا انهم يشدوا الباطو حيت ماشي, حي ماشي ساهله ماشي بحال الناس الاخرين تران ولا السياره توصلك بطبيعه الحال الاخوان اخوان ماشي الناس كاملين كانش فريوسهم ولكن الاخبار سريعا ما كدور وبطبيعه الحال اللي عنده شي حاجه وافيه ولا قريبه توفى راه كيقول هذه مناسبه نديهم تمايا ونجددهم بطبيعه الحال كان شويه ديال السيرفيس يا اخوان جاوا الفيجيلي مدينه كالياري وقادوا المسائل يا اخوان وحتى القنصل يا اخوان رتلقى مع السنداشي ديال المدن وهذا الشيء راه كتبقى باديره زوينه ما كرهناش حنا القنصلي ديال روما تبقى دير هذه البادره ولو عير مره في الشهر اخوان خصوصا الناس ديال سردينيا لانهم الحاله عندهم اخوان صعيبه باش يعني يتنقلوا زياده على هذا اخوان غنمشيو نشوفوا خبر اخر دائما الجاليه المغربيه هو يا حادثه سير اللي وقعت اخوان الليله ديال نهار السبت اخوان وديال نهار الاحد يعني مع الربعة ونص ديال الليل حادثه سير ديال واحد السياره كان سايقها مواطن مغربي اخوان كان راكب معاه الصديق ديالو مواطن جزائري واللي توفى اخوان عنده 36 سنه توفى فهاد الحادثه ديال السير من بعد ما انه يا اخوان الفيجيلي ورجال المطافئ خرجوا يعير بزاف يا اخوان حيت ضرب بطريقه خايبه بزاف في المناطق التحتانيه ديال رجلين يا اخوان ديالو لذلك غيتوفى في المستشفى وكنطلب منكم انكم ترحموا عليه الله يرحمه وان شاء الله في الجنه وبطبيعه الحال يا اخوان المواطن المغربي من بعد ما دار الحادث حاول انه يهرب يا اخوان شافوه ناس بلا انه غادي بحال موضري اخوان حيت كان مصدوم وبطبيعه الحال وصلوا عليه البوليس بغاو يديروا ليه لاركول تيست يا اخوان باش يشوفوا واش كان واخد مشروبات كحوليه ولا لا رفض وبطبيعه الحال اخوان مشاو داو السجن وحاليا راه باقي في السجن وعنده التهم ديال القتل الطرقي وكذلك الرفض ديال انه يدير لاكول تيست وبطبيعه الحال اخوان السياره الاخرى اللي هي كانت واحد الجولف كان علامات متن ديالها واحد الايطالي اللي عنده تقريبا 50 سنه يا اخوان واللي كان خدام في السيكوريتي يا اخوان بطبيعه الحال اخر خبر اللي قلت لكم اللي هو بعد المرات كيضحك يا اخوان هو خبر اللي نقلاته ماشي غير صحيفه وماشي غير جوج وهذا الخبر كاين في المنطقه يا اخوان نقولوا البروفينسيا ديال بولونيا مواطن مغربي ومواطنة مغربية زوج وزوجة هو عنده 35 وهي عندها 30 سنة سد عليها خارج الدار علاش؟ على حسب ما كتكتب في الصحافة وعلى حسب ما قالت الزوجة حيت رجع من الخدمة مع 12 ولقاها ما طيباش ليه الغدا اشنو دار قال لها ما تدخلوش للدار هي عيطت البوليس راه بحال النكتة الاخوان هذه ولكن راه هذا راه مؤسف عيطت البوليس جاو البوليس قال له حل الباب ما بغاش يحل الباب شوية حلو تشادو معاه بقى مني منكم ضربوه ضربهم وفي الاخر يا اخوان مشاو المستشفى البوليسيين واحد تضرب اخوان الفم ديالو عطاو 3 ايام راحه باش يعني تشافى المغربي تضرب الدراع ديالو عطاوه يومين راحه وفي الاخر تلقوا الصراح ديالو لانه السجل العدلي ديالو ما فيه حتى شي حاجه وبطبيعه الحال اخوان كيف ما كتشوفوا خبر لي كيضحك ولكن راه مؤسف يعني ما كانش الناس توصل لهذ الدرجه ما كانش هو يعني خاصو يسد على مرته خارج الدار وكانت السيده مقادية من يجاو البوليس لقاوها هزه ما زالت وهي في نفس الوقت يعني الحيله ما كانش عيط على البوليس ولكن هادو راه عندهم 35 و30 سنه راه يعني ناضجين بما فيه الكفايه ما يحتاجوش يعني النصائح ديالنا حنايا ولكن الواحد يحضر ليمان ويحضر عقله في هذه المسائل باش تعيط البوليس وباش يعني تكبر القضيه بحال ما هكايا لا كنقول للسيد لا للسيده يعني ما كنحاز حتى شي واحد هذه المشكله راه بجوجهم في مشتركين يا اخوان واللي بطبيعه الحال مسؤولية كبيره عند السيد حيت ما يمكنش انك تسد على مرتك خارج الدار ولكن الواحد يحضر عقله في هذه الحالات راه لا يعقل هذا الشيء في هذه الفقره يا اخوان غنتكلموا على واحد الموضوع والله يجازيكم بخير خذوه بجديه كبيره بزاف لانه في هذه الفقره غنتكلموا يا اخوان على عروض ديال العمل شركه ديال الخطوط الحديديه الايطاليه ترين ايطاليا كتقلب على شباب اخوان اللي تدخلهم للشركه ديالها يخدموا معاها وبطبيعه الحال هذا الشيء لكم حاليا عندي اصدقاء انا اللي خدموا به واللي كنشكرهم لانه هما خدموا به اخوان وهذا السيد وهذا الخبر يا اخوان نشروا اصدقاء عندي في الواتساب وكذلك نشروا واحد الصديق اللي خدم بهذه الطريقه اللي سميتو ايوبك الحيه يعني هو خدم بهالطريقه يا اخوان الخرج اللي خرج العرض ديال ترين ايطاليا مشروع وماشي يعني كان واحد السيد اللي صافي دخلت ترين ايطاليا غادي نحبس الاخرين ما نخليهمش يدخلوا بواحد العقليه خايبه الله يجازيه بخير كيف ما بغى الخير الناس الله يلقي الخير لذلك تحيه الاخ ايوب من مدينه فرنسا بطبيعه الحال اللي نقدر نقول لكم يا اخوان هو انه ناس فعلا خدمات بهالطريقه لذلك الى عندكم شي وليدات عندهم ديبلوم يعني قراو حتى للكوينتو وخذوا ديبلوم ما يهمش فاش المهم يكون عندهم ديبلوم وطبيعه الحال اخوان كيحتاجوا غير الدبلوم حيت الاصدقاء ديالي اللي خدموا مع ترين ايطاليا غير بالدبلوم بطبيعه الحال اللي كاين هو انه ترين ايطاليا اخوان عندها عده مشاريع من بينها التقويه ديال الخطوط ديال السكك الحديديه في ايطاليا من بينها الناس اللي عندها كبروا في السن خرجوا تقاعد لذلك محتاجه العمال ومحتاجه ناس تخدموا معاها لذلك اخوان كتنشر عروض ديال الخدمه في الموقع ديالها وهذه العروض بعض المرات كيف ما غتشوفوا معايا في هذه الحاله اخوان كتنشر كذلك عبر الصحافه الايطاليه بطبيعه الحال علاش كيقلبوا كيقلبوا اخوان على كابو ستاسيوني كابو ستاسيوني المهنه ديالو هو انه ينسق يا اخوان الخطوط ديال السكك الحديديه وينسق يعني الحركه ديال السيري اخوان ديال القطارات خدمه اللي فيها مسؤوليه ولكن بطبيعه الحال ماشي غيجيو يحطوك تما غادي تبدا دير شي حاجه اللي نتايا كبر منك كيدوزوك واحد الكونطرا ديال 3 سنين ابريندي ستاتو ومن بعد كتدخل معاهم وكتنضم للشركه بطبيعه الحال فهاد النقطه يا اخوان بغيت نكون واضح فهادشي هادشي اللي غنقول لكم دابا كاين كابوستاسيوني وغنشوفوا اوفرطات اخرين اللي كيتعلقوا بالناس اللي عندهم الريزيدونس في الفانيتا في ليميليا رومانيا وفي لاتسيا وبالتحديد يا اخوان كاين شروط، الشروط كيف ما قلت لكم خاص يكون السيد عنده الدبلوم ديال سكولا سوبريوري عنده البيرمي بي وكذلك ما يكونش فيه 29 سنه بطبيعه الحال كنتكلموا على المدن الاتيه تكون عندك فيهم الريزيدونس تدفع الطلب فيرونا روما فينيتسيا، بولونيا مودينا فيرارا فورلي تشيزينا Mantova, eh, Frosinone, Rieti, L'Aquila, Viterbo, Belluno, Treviso, Padova, Venezia, Rovigo, Parma, Roma, Rimini. بيشينسا سارافينا، ريجو ترينتو او فيشينسا لذلك يا اخوان هادو هما الشروط وكاين كذلك شروط اخوان اللي هي بدنيه كيف ما كيقول القانون ولكن هاد الشروط هما اللي محتاجين لاغلبيه الشباب المغاربه ما عارفينش هاد لوفيرطا يا اخوان لذلك راه كاين امكانيه انهم يدخلوا حاجه اخرى اللي مهمه هو انه باش تدفع الطلب اشنو خصك, الدير. خصك تشيل الموقع دير خصك تمشي للموقع ديال ترين ايطاليا غدير هكا ترين ايطاليا بحال باغي تاخذ بي بحال باغي تشوف توقيت ولا شي حاجه غتنزل لتحت وغتلقى لافورا كونوي يخدم معانا غتنزل تاني وغادي تلقى هذه كامبانيا ديري شركه مني تدخل ليها غادي تكتشف اشياء اخرين بلا انه من غير ذاك الشيء اللي كيقلبوا عليه واللي نشروه الصحفي اخوان كيقلبوا على اوفرتات اخرين وهاد الاوفرتات اخوان راه نشره نهار 28 نهار 27 نهار 27 شهر 10 يعني اللي تنشروا اليوم هما يا ماكينيستا يعني كيسوق يا اخوان تران واللي كيتعلق بالريجوني ديال كذلك ماكينيس في ترينتو كابو ترينو في بازيليكاتا عندنا كذلك اخوان الموليزي عندنا كذلك ترينتو لذلك راه كيقلبوا على لوفيرطاس وهنا لوفيرطات راه تنزلوا يا اخوان راه تلقاو العديد والعديد ديال لوفيرطاس مع ترين إيطاليا بطبيعه الحال واحد الى عنده ديبلوم وعنده يعني امكانيه انه يمشي يخدم وعنده يعمر يا اخوان وكتقدر دير ريشيرك منين يعني دير اللي نديريتسو ديالك ولا دير المدينه اللي انت فيها وهذيك الساعه مثلا واحد اللي في لاتسيو غيدير لاتسيو وغيدير ايسا وغاية لك داك داكشي اللي كاين فلاتسيو هادي كاينه في هادي في وهكذا لذلك اخوان هكا تقدروا تلقاو الاوفرتات جربوا ماشي كنقول لكم انا وغادي تدخلوا غادي تلقاو الخدمه غيعيطوا لكم غدا ولكن انا متاكد بواحد النسبه كبيره بزاف انه الى 1000 واحد صيفط لهم راه لابد واحد ال100 على الاقل ولا واحد 50 ولا واحد 60 غيعيطوا لهم ولا عيطوا غير لواحد مثلا في 1000 راه عندنا حنا الرباح من هذا الشيء كامل لذلك اللي عنده شي وليدي اخوان وعنده الدبلوم يقول له يتقيد اخوان ويصيفط السي في ديالو والله يسهل على الجميع في الفقره يا اخوان غنتكلموا على الزيادات اللي غتكون في الريفيزيون الناس اللي عندهم سياره وعندهم موتور المره الجايه ملي غتمشيو ديروا الريفيزيون غتكتشفوا بانه الاثمنه ما بقاش 60 اورو كيف ما كان سابقا ولكن غادي تولي 80 اورو الزياده اللي غادي توصل يا اخوان 22% بطبيعه الحال هاد الزياده راه دارت في القانون ديال الميزانيه ديال السنه الماضيه يعني ديال سنه 2021 وبطبيعه الحال اخوان دخل الحيز التنفيذ في شهر 11 يعني الناس اللي غدا مثلا غتمشي دير ريفيزيون غتلقى الاسمنه مرتفعه وهذا الشيء اخوان كيخلي انه الاسمنه كترتفع من 45 اورو اللي كانت الناس اللي كتمشي دير ريفيزيون عاد الموتوريزاسيون تشيفيلي غادي توصل ل 54 اورو فاصله 95 سنتيم ولكن حيت الاغلبيه ديال الناس كدير ريفيزيون في الكراجات كانوا كيخلصوا 66 اورو غيوليو يخلصوا اخوان 80 اورو وبالتحديد 79 اورو فاصلة جوج ديال السنتيم بطبيعه الحال السبب اللي خلى انه الحكومه دير هذه الزياده هو انه قالت خاص يكون واحد التكييف ديال الاثمنه على حسب المؤشرات ديال ليستات ليستات هي اللي كدير الاحصائيات يا اخوان ديال النسمه ديال المعيشه في ايطاليا لذلك قال لك الثمن ديال المعيشه طلع خاصنا نهزوا حتى الثمن ديال الريفيزيوني ما بانش لهم انهم المعيشه طلعت خاصنا نهزوا كذلك الستيبند ونهزو في الاجور ديال العمال ولكن بانت لهم غير الريفيزيوني اللي هزوا فيها ولكن حيت الحكومه بانت لها بلي انه الحاله والوضعيه الحاليه ما كتسمحش انها تبدا تزيد على الناس كاين ديجا لي صانسي اخوان اللي ولا واصل 70 اورو 80 المازوط واصل الاورو 60 لذلك باش يخليو انه هاد الزيادة ما تكونش يعني بين بزاف داروا ليهم بونوس وحيث ايطاليا بلد البونوسات هاد البونوس اخوان راه مضحك لانه البونوس غادي يكون ان شاء الله في الايام والاسابيع القادمه ولا في الاشهر القادمه الحدود الساعه باقي ما تحددش امتى غادي يكون والثمن ديال يا اخوان هنا غادي نضحك هو 9.95 سنتيم يعني غيعطيكم 10 اورو بونص وبطبيعه الحال دار واحد الصندوق اللي فيه 4 مليون ديال الاورو اللي غتعطى بونصات الا قسمناها على 10 اورو غتجينا 400 الف بونص يعني 400 الف سياره ولا غادي ياخذوا هاد البونص في حين انه السيارات والموطورات اللي كيديروا لهم الريفيزيون في ايطاليا راهم 14 مليون سنويا يعني هاد البونصات اللي غيعطيو ما غيكفيوش ولو غير الخمس ديال الناس ولو غير العشر بطبيعه الحال اخوان هاد البونص ما نبقاش نشرح لكم بزاف لانه اللهم تخلص 10 اورو زيد ولا تمشي دير الطلب دير واحد البونص اللي خاص يكون عندك السبيد خاصك تدخل واحد المنصه اللي غادي تكون ابتداء من 21 في شهر 12 يعني ما غاتكونش سريعا وغادي تدخل للموقع وخاص يكون عندك عده شروط ودير التاريخ ديال الريفيزيون آه ايمتى ودير الطارقه ديال الطوموبيل وغايصيفطوا لك البونوس في ليبان في الكونتو كورنتي ديالك لذلك اخوان إذا كنتوما غنتعرفوا الديطاي غنوريه لكم ولكن ما كنظنش انه على 10 اورو بنادم بغا يبدا يصدع في راسو بهذا الشيء كامل وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم هو انه كاينه الزياده الزياده هذه راه ما غيحيد حتى شي واحد اخوان البونص الواحد غيعكز عليه هادي راه باينه ولكن الزياده راه كاينه لا محال لانه الثمن من 66 غيولي في 80 اورو <applause> فيما يخص اخوان الحاله الوبائيه والحمله ديال التلقيح في ايطاليا فهي كالاتي الناس اللي خدات الجلبه الاولى والجلبه الثانيه راهم 44 مليون و894 الف اي بنسبه الى جينا نشوفوا الناس اللي هم عندهم اكثر من 12 سنه يعني 12 سنه وما فوق راهم 83.12% لذلك النسبه راه طلعت بزاف الناس اللي خدات الجرعه الثالثه مليون و738 الف والناس اللي خدات الجرعه الاولى ومازال في الثانيه راهم مليون و769 الف بطبيعة الحال إخوان الحالة الوبائية في إيطاليا هو أنه الناس اللي لقينا بوزيتيف في آخر 24 ساعة راهم 5188 في حين أنه العدد ديال الناس اللي توفاو 63 والعدد ديال التحاليل اللي درنا راهم 717000 ألف تحليلة رقم قياسي جديد يا إخوان وهذا الشيء دلالة بلا أنه الناس كتستعمل تحاليل كجرين باس من أجل الولوج إلى العمل الناس في الإنعاش كنقصوا بناقص 4 كيولي العدد ديالهم 381 وفي المستشفيات إخوان كيتزادوا كي 37 وكيولي العدد ديالهم 3000 و 29 كنتذكر انه الوقيته اللي كنا نطرقو يا اخوان غير الاسبوع هذه كانوا شي 2400 بطبيعه الحال اخوان مشاو نشوفوا المغرب الجرعه الاولى راه 24 مليون و278 و الف الجرعه الثانيه 22 مليون و179 الف الجرعه الثالثه مليون ونص تقريبا والناس اللي لقاوهم بوزيتيف راهم 223 الحالات المستبعده 14500 العدد ديال الناس اللي تشافوا راهو 317 والناس اللي هما توفوا وصى الله يرحمهم في حين انه الحالات اللي مازال كتلقى العلاج راهم 4300 توزيع الحالات حسب الجهات اخوان فهو كالاتي دار بدا ستار 93 رباط سلق ما يترس مع وباقي الجهات فيها اقل من عشر حاله بهذا نكون وصلنا لاخر الحلقه فريوسكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله